أنا عايدة مراد وأنا رائدة اجتماعية ورسامة. أول شي بعيش حياتي وبعرف إنه الحياة كتير قصيرة، فقررت إنه أعيش بكل طريقة بقدر وألحق طموحي. ب 2010 الدكاترة شخصوني إنه عندي روماتيزم، ولسنين ما قدرت أمشي بسهولة، ما قدرت أحرك جسمي. بعدين ب 2015 قالوا لي إنه عندي ضرر دائم بإيدي. قلت طب إيش بقدر أعمل بإيش عندي هلا؟ فقلت خليني بتذكر مسكت البينت وبديت أدهن وأرسم بأصابعي. قررت إنه أقلب أسوأ إشي بحياتي لأحلى إشي بحياتي، وهلا برسم وصارت حياتي كتير أحلى. فأنا على هدفي بالحياة إنه أساعد الناس يلاقوا طموحهم، عشان بس الواحد يلاقي طموحه بحياته بتغير. نصيحتي إنه أعرفوا اللي بدكم إياه، الحقوا طموحكم بس بعدين توكلوا على الله.